السلام عليكم. الآن مع الجزء الثالث من محاضرة اليوم، واللي راح نتعرف فيه على الاستجابة لما تكون الزيتا ما بين الصفر والواحد. طبعا الزيتا لما تكون أقل من الواحد وأكبر من الصفر، هاي الحالة يسموها أندر دامبينج، أي أنه تحت التخبيض. الجذور تكون جذور معقدة، جذري المعادلة اللي هم المعادلة اللي هي S تربيع زائد 2 زيتا أوميجا إن S زائد أوميجا إن سكوير، راح يكونون اثنينهم جذور معقدة. طبعا طريقة البارشيال حسب تحويلات لابلاس، إذا كانت هاي المعادلة في حالة اليونت ستيب إنبوت، فيكون عندنا الاستجابة اللي هي C of S، هاي بدلالة تحويلات لابلاس، يساوي اوميجا ان سكوير في الاس في الاس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. راح نستخدم طريقة البارشيال، سي اوف اس هي كي 1 على الاس زائد كي الاي زائد جي، جي في البي على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. هنا هذا المقدار اللي هو هذا المعادلة من الدرجة الثانية، هاي المعادلة القياسية راح نقارنها مع معادلة قياسية عندما يكون الجذرين معقدين، اللي هي هنا اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير يساوي صفر. تتقارن ويا هاي المعادلة اللي هي اس سكوير زائد 2 اي اس زائد اي سكوير زائد بي سكوير للثابت، اي انه الاي سكوير زائد بي سكوير راح يكافئنا الاوميجا ان سكوير، وال 2 زيتا اوميجا ان راح يكافئنا 2AS. فإذا الـ A راح يساوي أنه هو عبارة عن الزيتا في الأوميجا N، وقيمة الـ B هي راح تكون تحت الجذر، طبعا A سكوير زائد B سكوير يساوي أوميجا N سكوير، إذا الـ B سكوير راح يساوي أوميجا N سكوير، ونعوض عن الـ A سكوير بما يساويها اللي هو الزيتا أوميجا N، تصير زيتا سكوير أوميجا N سكوير. طبعا الأوميجا N سكوير عامل مشترك يخرج للخارج، فتبقى واحد ناقص زيتا سكوير. فإذا الـ B يساوي جذر الأوميجا إن سكوير اللي هو أوميجا إن في جذر واحد ناقص إن زيتا سكوير، وهاي يسموها الـ Damping Natural of Frequency أوميجا دي. فراح نعوض عن قيمة الجذر بناقص A زائد J في الـ B اللي هو الـ A زيتا أوميجا إن، والـ B اللي هو أوميجا إن في تحت الجذر واحد ناقص إن زيتا سكوير. الآن راح نعوض نوجد قيمة الـ K أي زائد J في الـ B، مثل ما عرفنا إنه هذا نضربه راح نضربه في، كان عندنا الـ K أي زائد B مقسوم على S سكوير زائد 2 زيتا أوميجا N سكوير، فراح نضربها شنو في المعادلة الأصلية اللي هي أوميجا N سكوير في الـ S، فطبعا أكيد عندنا هذا المقدار، راح نختصر ويا هذا المقدار، فراح تبقى عندنا بس الاس اوميجا ان سكوير على اس، ونعوض عن الاس بما يساويها اللي هو ناقص زيتا اوميجا ان قيمه الجذر زائد جي في الاوميجا ان سكوير تحت الجذر، عفوا جي في الاوميجا ان تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير، راح نعوض عنها بهذا المقدار. هنا راح نعوض، فعندنا انه الاوميجا ان طبعا هنا عندنا اوميجا ان اوميجا ان، فممكن ان يخرجون خارج قوس ويختصرون ويا هذا التربيع، يعني ممكن يصير واحد هذا فقط، والأوميجا إن اللي بالأسفل تخرج خارج القوس، فراح يروح من كلا الجدولين الأوميجا إن، فراح تبقى أوميجا إن على ناقص زيتا زائد جي في تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير. طبعا حتى نوجد طول هذا المتجه كسكيلر، هو الجزء الحقيقي تربيع زائد الجزء الخيالي تربيع، طبعا هنا الجزء الخيالي صفر ما عندنا بالبسط جزء خيالي، لكن هنا عندنا بالمقام عندنا جزء خيالي اللي هو تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير تربيع، فراح يروح الجذر فيصير يبقى واحد ناقص زيتا سكوير، وهذا الجزء الحقيقي اللي هو ناقص زيتا تربيع فراح يصير زيتا تربيع، فزيتا تربيع ناقص زيتا تربيع راح تختصر، فيبقى بس واحد تحت الجذر يبقى واحد، وتحت الجذر اوميجا ان سكوير اوميجا ان، فيبقى الناتج النهائي هو اوميجا ان. الزاوية راح تكون هي عبارة عن زوايا المقام ناقص زوايا البسط. زوايا المقام طبعا زوايا المقام هي الجزء الخيالي على الجزء الحقيقي، فالجزء الخيالي هو
صفر، والجزء الحقيقي طبعا هاي خطأ طباعي هو أوميجا إن فقط، فصفر على أوميجا إن، طبعا أي كمية على صفر هي صفر، والتان إنفيرس الصفر هو صفر أيضا. الزاوية الأخرى هي ناقص تان، ناقص تان إنفيرس للجزء الخيالي، قلنا إحنا الجزء الحقيقي، الجزء الخيالي على الجزء الحقيقي، فالجزء الخيالي للمقام هو تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير على الجزء الحقيقي اللي هو ناقص زيتا سكوير، فراح يبقى عندنا ناقص تان انفيرس. طبعا بما انه هاي هنا لاحظ انه هاي قيمة الزاوية هنا عندي ناقص، فاحنا عندنا حسب التعريف ناقص تان ناقص زاوية، فاذا كانت الزاوية داخل التان ناقص فتخرج خارج القوس، تتحول لكل الزاوية في ناقص، فالناقص بالناقص راح يكون عندي موجب، فراح يصير الزاوية عندي تان انفيرس تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير على زيتا. الآن نوجد قيمة الـ K1، K1 أيضا إنه شنو، نضرب الـ K1 الموجود، الـ K1 الموجود نضربه في القيمة الموجودة في الـ S، فعندنا أيضا عندما S تساوي صفر فعندنا S ويا الـ S يختصر، فراح يبقى عندنا بس أوميجا إن سكوير على S سكوير زائد 2 زيتا أوميجا إن S زائد أوميجا إن سكوير، طبعا عوض على الـ S صفر، فكلها تختصر الترمات، تبقى عندي بس الأوميجا إن سكوير، فأوميجا إن سكوير على أوميجا إن سكوير راح تكون قيمة واحد. الآن بعد ما وجدنا قيم الـ K1 والـ KA زائد جي بي، راح نرجع نعوضها في الستندر القياسي في حالة إذا كانت المعادلة أو جذري المعادلة من في الحالة المعقدة. طبعا عندنا هذا التحويل اللي هو واحد على بي في القيمة المطلقة للمتجه الـ KA زائد جي بي اللي وجدناها في الاكسبوننشال ناقص A في T، وجدنا قيمة الـ A اللي قلنا هي تساوي الزيتا في الاوميجا ان، والساين البي تي البي ايضا وجدناها اللي هي زيتا اوميجا ان في زيتا ناقصا اوميجا ان تحت الجذر واحد ناقصا زيتا سكوير، وقيمه الالفا ايضا وجدناها قبل شويه اللي هي تساوي تان ناقص الى اخره. عوضنا، راح نعوض بالمقادير معادلتنا، طبعا هذا واحد هو قيمه الكي كي 1 عوضناهم ووجدنا الريسبونس، هذا السي اوف تي يسموه استجابه، اذا هذه استجابه منظومه من الدرجه الثانيه اذا كانت قيمه المعامل التخمين الزيتا ما بين الصفر والواحد في حاله يونت ستيب انبوت، والشكل الاستجابه راح يكون في هذا الشكل، مثل ما نعرف انه هاي المنظومه تبدي بالاهتزاز وتستقر بعد فتره زمنيه، وعندنا الجذور مالتنا مال المعادله المميزه اللي هي جذرين معقدين موجودين على الاسبلين اللي هم هنا موضحين، واللي يقعون في الليفت هاند سايد، هذا الجانب قلنا هو الليفت هاند سايد. الان ننتقل الى النوع او الحاله الثالثه اللي هي الزيتا تكون تساوي واحد، اي انه هاي الحاله اللي هي يسموها كريتيكال دامبينج. كريتيكال دامبينج اي انه الجذور راح تكون جذور مكررة، أي أنه كلا جذري المعادلة هما متساويين، فراح نعوض عن الزيتا، الزيتا بقيمة واحد، فراح تتبسط المعادلة إلى هذا الشكل، يعني راح تروح الزيتا، فراح تبقى S أوميجا إن سكوير في الإس في الإس سكوير زائد 2 أوميجا إن إس زائد أوميجا إن سكوير، واللي هي إذا هاي عبارة عن مربع كامل فهي عبارة عن إس في إس زائد أوميجا سكوير في القوس تربيع. طبعا هذا بكل بساطة المفكوك مالته مثل ما تعرفنا، راح يكون K1 على S K2 على S زائد الأوميجا سكوير، لأنه أكو قوس تربيع فراح يصير مفكوكة، واللي أقل منه بواحد اللي هو K3 في S زائد الأوميجا N. الآن نوجد قيم ال K1 وال K2 وال K3، طبعا ال K1 ببساطة إنه نجي نضرب هذا ال S في المعادلة الرئيسية، يعني لما نريد نوجد قيمة ال K1 نجي نضرب هذا ال S في المعادلة الرئيسية عندما S تساوي صفر، فإذا K1 أوميجا N سكوير في ال S في ال S زائد S زائد الأوميجا إن سكوير كل تربيع في الـ S، طبعا S ويا S تختصر حتى نتخلص من قيمة هذا الجذر حتى ما يصير عندنا سنجلاريتي، فأوميجا إن سكوير على S ونعوض بعدها. دائما شباب إنه ملاحظة جدا مهمة، لا يجوز التعويض قبل الاختصار، لأنه التعويض قبل الاختصار راح يسبب لنا إنه راح يصير عندنا المقام يساوي لنا صفر، وبالتالي ما نستطيع نستكمل الحل. فدائما الخطوة في حل أي معادلة مو فقط هذا الجزء، بأي معادلة يجب أن يكون أول خطوة عندنا هو الاختصار ومن ثم التعويض، فبعد ما اختصرنا راح نقدر هسه نعوض،
نعوض عن الاس بصفر، فراح تبقى عندنا بس اوميجا ان تربيع، فاوميجا ان تربيع على اوميجا ان تربيع راح تساوي قيمته واحد. ايضا نفس الشيء بالنسبه للكيتو، الكيتو من اريد اعوضها اجي هذا اضرب هذا المقدار اللي هو اس زائد اوميجا ان سكوير في المعادله الاصليه اللي هي اوميجا ان سكوير على الاس في، فهنا عندي شنو راح يختصر هذا المقدار ويا هذا المقدار، طبعا على واحد ناقص حسب القانون اللي هو واحد ناقص واحد فكتوريال اللي هو فكتوريال الصفر. فاوميجا ان سكوير راح تبقى عندنا بس اوميجا ان سكوير على اس، فالاس نعوض اللي هو شو وقت هذا يصفر لما اس تساوي ناقص اوميجا ان، راح نعوض ناقص اوميجا ان، فاوميجا ان سكوير على ناقص اوميجا ان راح يبقى عندي بس ناقص اوميجا ان. لما اريد اوجد الكي 2 كل اللي راح اسويه انه بس مجرد شنو قيمه الكي، العفو لما اريد اوجد الكي 3 كل اللي راح اسوي شنو مجرد اشتق مشتقه اولى للمقدار اللي هو مال كي 2 يعني دي باي دي اس لنفس المقدار اللي هو عملناه. ليش؟ لانه الاس زائد اوميجا ان هو مفكوك من الاس زائد اوميجا ان سكوير، ونفس الشيء اذا كان عندي اس 3 راح يكون مشتقه اولى وبعدين مشتقه ثانيه، فهنا مشتقه اولى اللي هي دي باي دي اس اوميجا ان سكوير في الاس. وايضا اختصر شباب ايضا ما يصير اشتق، يعني اول خطوه هي الاختصار ومن ثم ارجع اشتق المعادله، فعندي المقدار اللي هو انه هنا راح يصير دي باي دي اس مشتقه البسط على مشتقه المقام. فنختصر المقام تربيع في مشتقه البسط اللي هو راح تكون صفر ناقصا المقام في، العفو البسط في مشتقه المقام اللي هي اس راح تكون واحد، فراح يبقى عندي ناقص اوميجا ان سكوير. هنا ناقص اوميجا ان سكوير على الاس اللي هو هنا صار عندي صارت عندي المقام تربيع، فصار عندي اس تربيع، فراح يصير هنا عندي اوميجا ان سكوير، وهنا راح يصير ناقص اوميجا ان سكوير، فيختصر فيبقى عندي بس ناقص واحد. الان راح نعوض عن الكي 1 والكي 2 بما يساويهم، طبعا راح ارجع انه هذا واحد على اس هو عباره عن واحد لابلاس انفيرس مالته، والاوميجا ان هذا تعتبر ثابت فيبقى نفسه. هنا عندي نظريه انه هذا الاس زائد الاوميجا ان هذا يكافئ انه اكسبوننشال اي ناقص اوميجا ان تي، باعتبار هاي ناقص اي زائد اي فيتحول الى ناقص اي بالاكسبوننشال، وبما انه التربيع يعني معناه مضروب في التي فيصير عندي تي في اس ناقص اوميجا ان في التي. وهنا عندي تحويل اللابلاس انفيرس للاكسبوننشال، الرجاء مراجعه تحويلات لابلاس ومعرفه طرق التحويل وتبسيط والحصول على الداله الاصليه وداله الانفيرس، علاقات جدا مهمه يجب انه نتعرف عليها او نراجعها انه شلون نقدر نوجدها. على كل حال راح نوجد الاستجابه لمنظومه من الدرجه الثانيه عندما يكون الانبوت مالتنا هو واحد على اس اي يونت ستيب انبوت، وعندما تكون الزيتا تساوي واحد. هاي معادله الاستجابه اي انه الداله شلون راح تستجيب لنا، واللي هو قلنا انه هاي الداله تكون اللي هي كريتيكال دامبنج، اي انه الكريتيكال دامبنج ما يكون عندي تذبذب مباشره، تكون عندي الداله توصل الى قيمه معينه. طبعا هاي الجذور تكون جذور مكرره وتقع في الجانب الايسر. الحاله الاخيره اللي هي حاله الاوفر دامبنج، زيتا اكبر من واحد، زيتا اكبر من واحد اي انه كل الجذرين راح يكونوا قيم حقيقيه. طبعا ايضا شنو انه عندي هذه المعادله اللي هي من الدرجه الثانيه حتى اوجد قيم الجذور، راح اروح بما ان الجذور حقيقيه فاروح للدستور ناقص بي ناقص ناقص بي ناقص زائد تحت الجذر بي تربيع ناقص 4 اي في السي على 2 اي، عوض عنهم بواحد و2 زيتا اوميجا ان للبي وللسي بالاوميجا ان سكوير، راح اعوضهم فراح اوجد قيمه الجذر الاول والجذر الثاني. وايضا اتبع نفس الطرق لايجاد قيم الكي 1 والكي 2 والكي 3 بنفس طريقة الحل اللي قبل شوية استعرضناه، وأوجد القيم K1 وK2 وأعوض إلى أن أحصل لمعادلة الاستجابة النهائية لمنظومة من الدرجة الثانية، منظومة من الدرجة الثانية تحتوي على جذرين، وعندما تكون قيمة الزيت هي أكبر من واحد. هاي دالة الاستجابة اللي هي C of T يساوي واحد على ناقص 2 بيتا، شوية دالة يكون قيمتها مطولة، لذلك استخدمنا بعض المختصرات مثل البيتا والاس كما موضح في المحاضرة. إلى هنا ينتهي الجزء
الأول الخاص باشتقاق المعادلات، أو عفوا الجزء الثالث اليوم محاضرة اليوم، وإن شاء الله راح نكمل مع الجزء الأخير مع أمثلة محلولة. شكرا لكم.